Good morning to our صباح الخير لزملائنا والمشاركين معنا من الأمريكيتين وشكر خاص للعاملين في اتحاد العالم الهيموفيليا الذين عملوا بجد وبجهد كبير للإعداد لهذه الندوة الافتراضية أجرينا ورينا. مساء الخير لزملائنا في أوروبا وفي أفريقيا ومساء الخير كذلك للمشاركين معنا من آسيا ومن المحيط الهادي في آسيا ومن أستراليا. هذه الندوة الافتراضية تتحدث عن المناصرة من أجل رعاية أفضل للأشخاص المصابين بمرض فون ويلبراند. إذن خلال هذه الندوة عبر الإنترنت هذه الأجندة ستتضمن المقدمة وعروضا مهمة وكل ما له علاقة to some questions that we have received in advance, and then this will end by closing remarks. The period is about 90 minutes, so we hope that we can achieve our goal within this period of time. Next, please. So my name is Magdi Ikiabi. I am a hematologist by profession, practicing in Cairo, Egypt. And I have served the as a board member on the WFH for 10 years, 2010 to 2020. And it is our eminent speakers who come from different regions of the world and with different experiences. So our first speaker is Mrs. Susie Cooper. And she is a member of the WFH Women and with Inherited Bleeding Disorders Committee. She has von Willebrand type 1 and a son with لديهم VWD رقم 1 وبالتالي هم يعملون ويدعمهم اذا هذه الظروف الصعبة ويعملون في استراليا منذ ان تم تشخيصها هذه السيدة. والمتحدث الثاني سيدة جميلة سدار a member of the WFH VWD and RBD committee. She has a special interest in hemostasis and thrombosis, especially women with bleeding disorders. She is the president of both Malaysian Society of Hematology and the Society of Patient Blood Management. Third, we have Dr. Shahla Sohail. She has been a tireless advocate in achieving treatment for all profession and a person with VWD and has been working very closely with Hemophilia Patient Welfare Society. هي أيضا عاملة في هذا هي المجال. هي تعمل في السكرتارية المشاركة في جمعية الهيموفيليا وهي رئيس الشرفي في مجموعة الشباب حيث كانت تعمل منذ عام 2017. هي هدفها أن تصبح أخصائية دماء وأن تلعب دورا في رباط النزيف في باكستان. وأخيرا لدينا تارج دكتيتي وهي صحفية وهي المسؤولة عن جمعية الهيموفيليا في زامبيا وقد كانت تعمل في هذا المجال في 9 سنوات الأخيرة وهذا أعطاها خبرة كبيرة في هذا الشأن. الشريحة التالية وبالتالي بعض النصائح الآن بشأن أغراض الترجمة الفورية يرجى منكم أن تختاروا اللغة التي تفضلونها الآن
من خلال اختياركم اللغة في الكبسة الثانية إلى اليسار، واختاروا اللغة التي تودون الاستماع إليها، ويرجى منكم أن تضعوا الأوديو على وضع الصامت. هناك خيار لأن تضعوا على الصامت الصوت اللغة الأصلية لأولئك الذين سيستمعون إلى المحاضرات باللغة الإنجليزية. الشريحة التالية لو سمحتم. بالنسبة لكيفية استخدام الترجمة الفورية، بالنسبة للذين يستخدمون نظام الأندرويد بإمكانكم أن تضغطوا في الأسفل إلى يمين الشاشة النقاط الثلاثة، وبعد ذلك ستجدون ترجمة الفورية اللغات. أرجو أن تضغطوا عليها ثم اختاروا اللغة ثم اضغطوا على done لكي تتمكنوا أن تستمعوا إلى الترجمة الفورية. تاليا، بالنسبة للأسئلة والإجابات ومن أجل طرحي أي سؤال، أرجو أن تختاروا مربع الأسئلة والإجابات واطبعوا السؤال، وحتى لو أردتم أن تطرحوه باللغة غير اللغة الإنجليزية فبإمكاننا أن نترجم ما تطبعونه لكم. بالنسبة لمرض فون ويلبراند، لقد وصف بداية من قبل الدكتور إريك فون ويلبراند من فنلندا في بدايات القرن العشرين، ومنذ ذلك الوقت فإن المعرفة بشأن هذا المرض تطورت ببطء، ونحن نعرف الآن أن انتشار مرض فون ويلبراند هو يشكل نسبة عالية من الجمهور العام لأولئك الذين لديهم أعراض بسيطة ومستويات متدنية من عامل فون ويلبراند، وهناك أولئك الذين يحتاجون إلى إدارة وتدخلات، حيث ممكن أن نقول نسبة انتشاره واحد بكل 10,000. فهذا مشابه نوعا ما إلى مرض الهيموفيليا. وإذا نظرنا الآن إلى البيانات من المسح العالمي، نجد حوالي تقريبا من حوالي 200,000 شخص، و منهم 157,000 مصابين هيموفيليا ألف، في حين 80,000 فقط منهم مصابين بمرض فون ويلبراند. وهذا يعني أنا بحاجة للقيام بالكثير من أعمال المناصرة لنصل إلى هؤلاء المرضى ونحاول أن نساعدهم. وهذا العمل تم تبنيه من قبل الاتحاد العالمي للهيموفيليا في سنوات 5-6 سابقة، وكذلك في اسكتلندا عندما عقد المؤتمر العالمي طلبنا أن تقوم كل المؤسسات الوطنية الأعضاء أن تشارك في مبادرة تهدف لدعم التوعية والمناصرة من أجل المرضى المصابين بمرض فون ويلبراند. وهذه الندوة الافتراضية هي استمرارية لذلك. الشريحة التالية، وفي بداية هذه السنة ونظراً لجهود مشتركة ما بين الجمعية الأمريكية الهيموفيليا ISTH والاتحاد العالمي للهيموفيليا والمؤسسة العالمية للهيموفيليا، تمكنا من نشر المبادئ التوجيهية واحدة عن تشخيص مرض فون ويلبراند وتوجيهات التالية بشأن إدارة مرض أو التعامل مع مرض فون ويلبراند، وهذه سيتم شرحها عن كثب من قبل الدكتورة جميلة أثناء العرض الذي ستقدمه. إذن ما هي أهمية هذه المبادئ التوجيهية وما سبب أهميتها؟ هي الهدف منها هي محاولة مساعدة الأطباء على اتخاذ قرار، وتالي هم يكونوا مرتاحين أكثر بهذا النهج. الأغراض الأخرى والتي هي مهمة أخرى هي بالنسبة للمناصرة وفحص الإضافة إلى الأبحاث المستقبلية. يمكن أن تستخدم أيضا من قبل المرضى هذه المبادئ التوجيهية لمساعدتهم على اتخاذ القرارات المستنيرة، وهذه المبادئ التوجيهية ليس الغرض منها أن تكون بمثابة معيار للرعاية. الأطباء ينبغي أن يتخذوا قرارات على أساس العرض السريري لكل حالة مريض فردية، وفي الوضع المثاني يكون ذلك من خلال عملية تشاركية تنظر في قيم و
ما يفضله المريض فيما يتعلق بالنتائج المتوقعة للخيار الذي تم اختياره. القرارات ستكون مقيدة أو تعتمد على حقائق لأوضاع سريرية معينة وموارد محلية تشمل على سبيل الذكر الحصر السياسات المؤسسية والقيود الزمنية أو توفر العلاجات. فهذه تساعد في دعم الإدارة بالوضع المثالي لمرضى فون ويلبراند في سياق الأوضاع الاجتماعية والأوضاع المحلية حيث يعيش المريض. والآن يسعدني أن أطلب من سوزي أن تتحدث إليكم بشأن مبادئ المناصرة. تفضلي يا سوزي. مرحبا، شكرا لك يا مجدي. سأتحدث إليكم عن بعض المبادئ الخاصة بالمناصرة. أنا عضو وأنا مريضة بالمرض وعضو في لجنة المرضى. ليس لدي أي إفصاحات لأن جزء من منظمة وطنية. إذن لمحة عامة عن المناصرة، تتحدث عما نعنيه بالمناصرة، سبب أهميتها وماذا يمكن أن تحققه. من منظور التعريفات هو توليد الدعم العام لي أو توصية لقضية معينة أو سياسة معينة. هذا هو التعريف، وكذلك من تجربتنا التي أنا مررت بها سأتحدث من منظور وجهة نظري أنا كمريضة وكوالدة وكعضو في منظمة تقدم الدعم. تطبيق المناصرة على أرض الواقع يعني أن نكون بارزين ظاهرين من خلال إسماع صوتنا، من خلال التعلم وتحقيق التقدم والاتصاف بالشجاعة والتمكن من المساعدة في إمكانية توفير العلاج لمرضى فون ويلبراند. بإمكاننا أن نفكر لمن ينبغي أن نناصر. بداية نبدأ بالمناصرة الذاتية. بداية المناصرة هي عبارة فرصة كبيرة تعود بالنفع على الجميع، وبإمكانها أن تقدم تمثيل على نطاق واسع لتضمن بأن الأشخاص مصابين فون ويلبراند مشمولين مع طريقة لشمل النساء أيضا. وهذا يمكن أن يتعلق أيضا بجعل أولئك الذين غير قادرين على أن يتحدثوا بأنفسهم عن أنفسهم أن يصبح لهم وجود وأن يظهروا على الساحة. إذن نحن سنناصر المتخذين القرارات، أولئك الذين هنا قرارات للتمويل، لأنهم فقط يستجيبون للاحتياجات المحددة وهي بتستند إلى البيانات والحقائق، ولذلك ينبغي إجراء أبحاث. المناصرة تعني أنا كمجموعة من المرضى نحن نقول أنه بما أن هناك من يستمع إلينا ويأخذ في اعتبار تجاربنا وما نمر به بالإضافة إلى احتياجاتنا. So then maybe we'll look a bit about how advocacy. بإمكاني أن ننظر في العلاقة ما بين المناصرة ومرض فون ويلبراند. المناصرة تأتي في شكل بناء المجتمع، تجميع مجموعات بإمكانهم أن يساهموا بخبراتهم نحو تحقيق النتائج المطلوبة. ممكن أن يكون عاملين اجتماعيين، تربويين، أن يعملون بالصحة العامة، الذين يطورون العلاجات، الذين يعملون في مجال القطاع الطبي، ممكن أن يكونوا كذلك مانحي الرعاية الطبية الذين يتحدثون إلى زملائهم في عملهم اليومية ليقروا بأهمية الرعاية الشاملة بالنسبة لأجل الإنجاز. المناصرة هي الطريقة التي بإمكاننا أن نستخدمها لإنجاز تغير إيجابي. وقيل لي بأنك ستكونين الخبيرة عن حالة طفلك، أي ينبغي أن تكوني أنت أفضل مناصرة له ولنفسك. وهذا كان يتعلق بالاعتراف بأن واقع الحال يختلف عن الكتب. وكوالدة فكنت أقوم بإدارة الحالة يوميا لأنه من يريد أن يبقى مرتبطا بمستشفى. وفي البداية في السنوات الأولى شعرت بضغوط كبيرة لحيلولة دون حدوث أي نزيف ولتحسين النتائج. ومع مرور السنوات تعلمت أن المناصرة أيضا تتضمن الاستماع بقدر ما تتطلب التحدث. ولأصبح أفضل مناصرة
كان علي أن أتعلم ما يحتاج إليه ويمكن أن نفعل لمساعدته عندما كنت أستجيب وأتلقى معلومات جديدة. إذا بالإضافة لذلك أعتقد أننا نحتاج كذلك إلى مساعدة الآخرين ويمكن أن نساعد في بناء التمكين من أجل الاستماع فعليا والإصغاء إلى احتياجات الآخرين وربطهم بالموارد. هذا ما تعنيه مناصر بالنسبة لي. سنحت لي بعض الأفكار لأرى تفاني الذين يعملون معي لتحسين نوعية الحياة لمرضى بون ويلبرن. وبصورة عامة أنا معجبة جدا بالمرونة والجهود والتفاني والذي أرى. فالكثيرون يريدون أن يسمعوا من المرضى وأن يتجاوزوا البيانات وهكذا يتمكنون من تحقيق المطلوب وكيفية التعامل مع الأولويات. شريحة التالية المناصرة ليست بالأمر السهل. يمكننا نتحدث عن بعض التحديات، ما هو الأمور المهمة وما الذي يمكن تحقيقه خلال المناصرة. بالتفكير في هذه التحديات، كم من نوع مختلف موجود وكيف تؤثر هذه الأنواع، ما علينا أن ننظر فيه وما علينا أن نسعى لتحقيقه؟ هل تفترضون أن مستويات العمل وتجربة النزيف والمستويات مقابل الفينوتايب علينا أن نفكر بالتحديات المتنوعة القطاعات؟ ما الذي علينا أن نفكر فيه لتغيير المناصرة؟ ما هي الأمور التي علينا أن نتقيد بها في صراعنا المحلي، في سياقنا المحلي؟ لماذا المناصرة مهمة جدا بالنسبة لمرض فون ويلبرن؟ فكروا بنسبة الانتشار، وهذا ما تم شرحه في بداية هذه الندوة. فكروا بنسبة الانتشار مقارنة مع الأرقام التي سجلت أنها وتم تشخيصها. جزء صغير من السكان، ولكن هذا لا يتوافق مع عدد الأشخاص في السجلات الوطنية. هذا يعني هناك الكثير من الحالات غير المشخصة والتي لم يتم التعرف عليها، كما أن هناك أشخاص تم تشخيصهم ولكن لم يتم تسجيلهم في السجلات، وتجاربهم واحتياجاتهم لا تؤخذ في الاعتبار، وهو نحن لا نقدم المساعدة لهم. إما فكروا بال الفاقد الإنتاجية، ما هو الفاقد، نسبة الفاقد بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي، وهذه ليست أوضاع خاصة فقط بسياقات عالية الموارد. سنتحدث هنا عن المبادئ التوجيهية لهذا المرض. كما قلنا كان هناك جهود ما بين المنظمات الأربع، وبالتالي كان ممثلين المرضى مشاركين بفاعلية في كل مرحلة، وهذا موضوع يبعث على الفخر لنا جميعنا. تم إشراكنا في فترة مبكرة وتم تقييم آرائنا وتثمين جهودنا، وإني أعتبر أن إشراك المريض يعني التزام عميق بتحقيق الأفضل لهؤلاء المرضى. وهذه المبادئ التوجيهية لا تعالج كافة الأوضاع العلاجية، تم إعطاء الأولويات للأمور الأهم، ولكن ركزنا كثيراً على الجزء الخاص بالأسئلة، إلا أننا أخذنا في الاعتبار مدخلات وأراء المجتمعية. فكان مبادئية تتضمن توصيات حول التدخلات العلاجية، وإذا استعرضوا سترون الأثر الكبير على حياة المرضى. مثلاً النزيف، فترة النفاس مع بعض العمليات إلى آخره. من المهم أن نبقي في ذهننا أن البدء التوجيهي هي وثائق تقنية، فاستخدامها الآن والتفكير في المناصر هذا سيحتاج إلى بعض التفكير المرن من منظور المريض. التوصيات قد تكون ضعيفة أو قوية، ولكن لا يعني بأن العلاج مناسب أو غير مناسب، بل ذلك يرتبط بالقدرة على تقديم التوصيات بناء على الأدلة المتاحة. وبالتالي فإن الدراسات العلمية تبين المعلومات المطلوبة وتغطي ما هو مطلوب بالنسبة للمرضى. وبإمكاني أن أقول لكم بأنه في نهاية الأمر لو قرأتم المبادئ التوجيهية سترون الكثير من التوصيات ليست قوية، وعلينا أن نقول أننا بحاجة إلى المزيد من الأبحاث. سيكون المزيد من العمل الذي سيتم في هذا الشأن
ولهذا نحن إلى الوثائق التقنية التي ستأخذ شكل مختلف. سيكون هناك أدوات مفيدة سندرجها في حياتنا وفي نقاش مجتمعاتنا. مبادئ التوجيهية هي أداة مهمة باتجاه المناصرة، فهي تتحدث بأهمية هذا المرض وأثره على النساء وسبب اضطرابات النزيف. إذن من خلال إظهار قلة الأبحاث وتأثير ذلك على القدرة لتظهير توصيات قوية للعمل المجال الصحي، أعتقد أن تم التعامل مع التحديات المطلوبة. هذا هو التحدي الذي ينم عن أهمية إجراء مزيد من الأبحاث وزيادة تشخيص المعنيين والاستماع إلى ما يقوله المرضى بشأن ما هو الأكثر، ما هي المحاصلات التي يحتاجون إليها، وما هي التدخلات التي لا تنجح بالنسبة لهم. وربما يكون علينا أن نعمل كذلك على تعزيز وتطوير علاجات أفضل. وشكرا لكم. شكرا جزيلا يا سوزي على هذه العروض التي من شأنها أن تساعد على توجيه الأشخاص للمناصرة لمرض فان ويلبرن. أكيد أنه سيكون هناك أسئلة وإجابات في فترة مخصصة لذلك. يسعدني أن أقدم الآن الدكتورة جميلة ستار من ماليزيا لتعطينا نظرة عامة عن المبادئ التوجيهية الجديدة لمرض فان ويلبرن. شكرا لك يا دكتور مجدي. مرحبا للجميع. أمل أن تكونوا في أفضل صحة. الدكتور مجدي وأنا نحن أعضاء من جمعية أو لجنة مرض ويلبرن والأمراض النادرة لاضطرابات النزيف، وهذه اللجنة مسؤولة عن التوصية بأنشطة وإعداد أنشطة مثل هذه الندوة الافتراضية من أجل الاتحاد العالمي للهيموفيليا، وبهدف زيادة الوعي ومن أجل زيادة إمكانية الحصول على العلاج للمرضى الذين يعانون من أمراض اضطرابات النزيف المتوارثة. سأود أن أشكر أعضاء اللجنة وموظفي اللجنة لعملهم الدؤوب لإعدادي لهذه الندوة، وللاتحاد العالمي اللي أعطانا هذه الفرصة للعمل سويا. بالنيابة عن اللجنة الفان ويلبرن وهذه اللجنة ورئيسة اللجنة دكتور الفان، أود أن أعبر عن ترحيبي بكم جميعا وشكرا لمشاركتكم الآن معنا، وشكرا لجهودكم في إنجاح العمل مع مرض فان ويلبرن. سأعطيكم لمحة عامة عن المبادئ التوجيهية لإدارة مرض فان ويلبرن، وكما سمعنا من دكتور نجي والسوزي هناك جانبين للمبادئ التوجيهية لمرض فان ويلبرن، التشخيص والإدارة، وسأركز على الشرائح الإدارة. ليس لدي صح. هذه خطوط الإرشادية والقواعد الإرشادية، هذا شكلها، وهي مشتركة ما بين إذن المنظمة الأمريكية لأمراض الدم وأيضا الاتحاد العالمي والهيئات أخرى، كلهم يختاروا مجموعة كبيرة من المشاركين مكونين هؤلاء المتحدثين من أطباء في تخصص الدم وأمراض داخلية وأمراض والأسنان، كلهم خبراء في مجال الـ VWD، بالإضافة إلى ممثلين ثلاثة للمرضى. الخطوط أو القواعد الإرشادية السابقة لم يكن فيها ممثلين عن المرضى، ولكن هذه القواعد الإرشادية أدخلتهم، وبالتالي حتى نأخذ رد فعل هؤلاء المرضى ونستفيد منه. الهدف من القواعد الإرشادية هو دعم هؤلاء المرضى والعاملين في المستشفيات وأيضا العاملين والمهنيين في مجال VWD. بداية، هذه المجموعة من المعنيين
تضع مجموعة من الأسئلة ثم يقوم بعصف ذهني بشأن كل المخرجات المحتملة لهذه الأسئلة ومن ثم يكتبونها ويبدأون بالعمل لها بناء على هذه المقاربة المقاربة التي قائمة على التقييم هي تقوم على إذن الكثير من المعايير. الفكرة هي أن نضع ذلك على مجموعة المرضى وبالتالي نعتمدها ونأخذ بعين الاعتبار كل التوقعات المختلفة لهذه المقاربة القائمة على الأرقام المنافع من وراء ذلك تشتمل الملاحظات المرضى وأراء المرضى. وهنالك توصيتان إما قوية أو مشروطة. التوصية القوية هي حقيقة عندما يكون هناك توصية قوية، والثانية هي عبارة عن مقترح مقدم، وبالتالي وصلوا إلى مجموعة من الأسئلة و12 توصية. أول توصية تقدموا بها هي إذن العلاج الوقائي طويل الأمد، من سيستفيد من ذلك؟ نظروا إلى المرضى الذين لا يعانون من النزف الشديد والمتكرر. والثانية هي تجربة الديسموبريسن، المرضى الذين من سيحق لهم استخدامه وتجربته، الذين لديهم أقل من 30 إذن IUML من تايب 1 والتوبي. المجموعة الخبراء قالوا بأنه يجب ألا نتعامل مع الديسموبريسن إذا لم يكن تجربته سابقا. أما التوصية الثالثة هي علاج بواسطة الأنتي ثرومبوتيك لمن يعاني من مشاكل السي بي اس، تقييم إذن المريض ومدة حياته. التوصية التي تليها هي الجراحات، يقترحون بأنه يجب أن يتعاملوا مع كل هذه المستويات بواقع 50%، وبالنسبة لأربعة بي فهم اقترحوا أيضا ضد استخدام الفاكتور 8 لوحده في معالجة هذا المرض. الخامسة من المقترحات هي التدخل الجراحي البسيط، وهم يقترحوا بأنه بحاجة إلى أن يزيدوا مستوى الفاكتور الفي دبليو دي فوق 50% باستخدام الديسموبريسن أو الفاكتور زائد تي اكس اي. خمسة بي بالنسبة للإجراءات المحدودة لإذن معالجة العضلات، تي اكس اي لوحده إذا كانت قضية النزيف بسيطة. ستة لها علاقة بالحيض الشديد، استخدام الهرمونات أو التي اكس اي فوق الديسموبريسن ثم تي اكس اي مع الديسموبريسن لمن يرغبون. ثم سبعة نيوراكسيال انستيزيا أو تخدير النيوراكسيال، واحد في دبليو اف بين 0.50 إلى 1.50 يو ام ال. أخيرا الثامنة هي إدارة ما بعد الولادة، واقتراح بأن إعطاء تي إكس إي لمدة 10 أيام أو أكثر إذا ظلت النزيف مستمر وكبير. أنا أركز على أول توصية هنا والتي تخص الرعاية الوقائية طويلة الأمد بالإضافة إلى آخر واحدة منها. بالنسبة لأول توصية بشأن العلاج الوقائي طويل الأمد، يشير إلى أن المريض الذي يعاني من VWD والذي لديه تاريخ من النزيف الشديد والمتكرر
المتكرر هو استخدام إذن الوقاية أفضل من عدم استخدام الوقاية، ويجب أن يكون ذلك مشروطا إذن بالنتائج التي نتصل إليها. وهنالك عملية مراقبة ومتابعة، وهنالك دراسات 13 أنجزت بشأن المقارنة ما بين الوقائي وغير الوقائي والتجارب، ويجب تقييمها. إذن النزيف الشديد تم تحديده في إذن التجارب غير المنتظمة، يحتاج ربما تدخل نقل دم أو تدخل جراحي أو إدخال إلى المستشفى، وأيضا أن يكون النزيف في أماكن صعبة مثلا في العضلات أو في الدماغ. بالنسبة للمتكرر، النزيف المتكرر التعريف هو 5 عمليات نزيف خلال آخر 12 شهر، أو 3 عمليات نزيف في نفس المفصل، أو 2 عمليات نزيف في أماكن مثل نزيف في المعدة. العلاج الوقائي هو عبارة عن 6 أشهر من معالجة VWF فاكتور بتعويض الفاكتور، يتم ذلك مرة كل أسبوع. وهنا لدي صورة لهذا المريض على الجهة اليمنى، لديها تايب 3 VWD شديد، وقد أتت بسبب وجود نزيف متكرر في إذن مفصل الرجل الساق، ووافقت على أن يكون العلاج الوقائي مرة واحدة كل أسبوع، وبدأت إذن بإعطائها إذن 60 UL، وهي سعيدة بذلك وتمكنت من العودة إلى العمل بسبب ذلك، لأن عملها يعني يجبرها على أن تسافر بشكل متكرر، وبالتالي هي تحررت من كل هذه الأعمال النزف. وبالنسبة للنزف الشديد الآن مسيطرا عليه، وهي سعيدة هذه السيدة، وهي رئيسة النادي مراقبة النساء التي يعانين من الهيموستوسيس في بلدنا. إذن كيف هذه التوصية تؤثر على الناس الذين يعانون من مرض الـ VWD؟ من كل الدراسات التي تمت يظهر بأنه حتى لو بالرغم من أن بعضها غير جد محدد، ولكنه يخفف من عمليات النزف والهيموستوسيس، وأيضا النزف الشديد للنساء في الدورة الشهرية، ويخفف من دخول المستشفيات، يحسن مستوى الحياة، ويساعدهم بإحداث تغييرات في حياتهم إيجابية. هذا يمكن أن نشير إليه ونرسله إلى وزارة الصحة والقائمين على السياسة للدعوة إلى إحداث تغييرات بهذا الشأن، فيمكن أن يكون هنالك من يعاني من هذا المرض يستفيد من الرعاية طويلة الأمد الوقائية. أعرف أنه مكلف، ولكن دعونا للناصر لإذن صحة أفضل لصالح النساء الذين يعانين من الـ VWD، خاصة من لديهم اضطرابات نزيف شديدة. سأناقش آخر توصية، نعم رقم 8، والتي تتحدث بشأن إذن استخدام إذن أو عدم استخدام بعد الولادة
هذا العلاج الـ VW factor منخفض أو مرتفع، وهذا له علاقة بالـ VWD رقم 2 أو 3 خلال فترة ما بعد الولادة، خاصة إذا لم يكن لدينا أي إذن بينات بشأن النتائج. الممارسات الفضلة هي ربما استخدام الترانكساميك أسد، يمكن أن يعطى عن طريق الفم أو الدم، 25 ميليغرام كل كيلوغرام، 3 مرات باليوم، 10 أو 14 يوم أو أطول إذا ظل نزيف مستمرا بشكل كبير. أنا أضفت هذه ولم تكن موجودة كتوصية بشأن إذن النزف الشديد بسبب الدورات الشهرية، ولكن هذا سيؤدي إلى مشاكل في نقص الحديد ويسبب أنيميا، وهذا يمكن تحديده عن طريق الـIV روتس هنا. التالية. إذن كيف هذه التوصية بشأن إذن التوصية رقم 8 تؤثر على الـ VWD والمصابون به؟ إدارة عملية ما بعد الولادة مع TXA هذا يؤثر على تقليل الخطر لشأن النزيف الأولي والثانوي، ويخفف أيضا من أي مشاكل في الرحم، ويخفف نقل الدم، الحاجة لنقل الدم، وأيضا هذا آمن بالنسبة لمن ترضع طفلها. إذن المستفاد من هذه إدارة هذه القواعد الإرشادية هو أن هذا لا يختلف كثيرا عن السابق، إلا أنه تمت مناقشة النقاط القوة فيه، والتوصيات شملت مرضى وتفضيلات الأسر. أعتقد بأن هذه القاعدة الإرشادية جد شاملة، ولأنها تشرك المريض في هذا الجهد. ما أريد قوله بأنه يجب أن يكون هناك تركيز أكبر على رعاية معانين الذين يعانون من الأنيميا في كل المراحل المختلفة، بما في ذلك ما بعد الولادة وما قبل الولادة وإلى آخره، لأن الأنيميا مرتبطة بكل ما أمور متعلقة بالولادة، وتزداد أيضا وتحتاج، وأيضا أحد أسبابها هو نقل الدم. تذكروا بأن كل من يعاني من هذا المرض يمكن تجاوزه، حتى ويجب تجاوزه قبل أن الولادة. كما سمعتم من سوزي، نحتاج إلى المزيد من الدراسات والأبحاث، وهذه الصورة ترسل لنا إذن نتائج وبينات. يجب أن نقوم بمزيد من الدراسات للمرضى الذين يعانون من الـ VWD بشكل كبير، إذن رعاية وإذن وقاية، وأيضا وقاية لمن يعاني كثيرا من النزيف بسبب العادة في الشهرية، وأيضا تأثير ذلك على الـ QOL، وفاعلية إذن الـ TXA في تجنب معالجة الـ PPH، وأيضا خاصة لدى النساء اللواتي يعانين من الـ VWD. سأترككم مع هذه التوصية رقم 12. أرغب بأن أشكركم لاستماعكم لي، وأمل بأن عرضي كان واضحا، ويسعدني أن أجيب على أي سؤال خلال جلسة الأسئلة والأجوبة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتورة جميلة لهذا العرض الشامل، وبنفس الوقت أيضا معمق، والنقاط بشأن النقاط التي نواجهها يوميا،
وفيها تحدي خاصة لمن يعاني من الحيض الثقيل والنزف الشديد. بالتأكيد ستكون هناك أسئلة مطروحة عليك بهذا الشأن. الآن يسعدني أن أعود إلى قضايا المناصرة فنصغي إلى الدكتور سهيل الذي التي ستدعو إلى المزيد من الجهد بهذا الاتجاه. شكرا لمنظمين هذا الويبينار المهم للغاية بشأن إذن المناصرة بشأن رعاية أفضل لمن يعاني من الـ VWD. أنا اسمي دكتورة شهلة سهيل، أنا من باكستان وأنا أقدم خدمات صحية في المستشفى لاهور. أنا أيضا عضو مؤسس لجمعية الهيموفيليا في باكستان وأعمل منذ 20 سنة كمتطوعة في هذا الصدد. لماذا؟ لأن هذه القضية تخصني، لأنني أنا نفسي أعاني من VWD تيب نوع 3 مع مثبطات. هذه الجمعية في باكستان، بداية سأعطيكم فكرة عن بلدي. جغرافيا باكستان موجودة في جنوب آسيا وتصرف حوالي 6% من إجمالي الدخل القومي على الصحة والرعاية الصحية، والرعاية الصحية تدار هنا في القطاع الخاص والذي يمثل حوالي 68% من المرضى الذين يزورون المراكز. مجتمع من يعاني من النزيف، اضطرابات النزيف يقدر عددهم بحوالي 20,000 في الباكستان، ومنهم 3,000 فقط مسجلون حتى اليوم في السجل الوطني. إذن هذا يمثل 10-12% فقط. بالنسبة للمنظمات هذه الجمعية ومن يتبعها هي غير ربحية وهي تابعة للاتحاد العالمي للهيموفيليا، وبالنظر وتعتبر الأشخاص الذين يعانوا من اضطرابات النزيف في باكستان يتعامل معهم على المستوى الوطني وتدعو إلى أيضا تقديم الرعاية الآمنة والنوعية، وتأكد بأن تقديم الرعاية والدعم هو أساسي لمن يعاني من الشابتس ومن الأمراض الأخرى. نحن نتواصل مع المانحون الدوليون لتأمين المساعدات الدولية، وهي هذه الجمعية الخاصة بنا فاعلة جدا ونشطة. لو رغبنا بالحديث عن VWD، الأرقام من السجل الوطني للمرضى تاريخ 23/8/2021 3400 مريض موجودون على سجلات الوطنية للمرضى، 396 منهم VWD مسجلون، يعني 11% فقط من الأصل. النسب هي لدينا 204 ذكور و 192 إناث. يعني 48-51%. التوجه هنا هو أن هنالك نقص كبير في الوعي خاصة بشأن VWD وتفرعاته. 11% من المسجلون هم فقط من المرضى مسجلون، هذا بسبب نقص المرافق التسجيل والتشخيص، وأيضا هنالك أيضا هذه العادات الثقافية والاجتماعية التي تحون دون ذلك. زيادة الوعي عبر شمل النساء الأمهات والحاملات لهذا المرض، وأيضا الأخوات التي يعانين منه
الهدف من ذلك هو تعزيز دور المرأة للوصول إلى تحسين الخدمات الطبية المقدمة لهن. الحديث عن عملية المناصرة بشأن الـ VWD، هذه عملية نضعها من إذا رغبنا في أن ندعم قضية أو مسألة بعينها، وبالتالي حملة المناصرة يجب تخطيط لها قبل أن نبدأ. وفي هذه الحالة خلال السنتين الماضيتين عملنا معها مجموعة النساء، لأنه يبدو بأنهم عاملون وفاعلون بسبب وجود كبير للذكور. المرضى الآن معظمهم من النساء، هؤلاء الذين يحضرون المحاضرات، وهناك تركيز كبير على النساء والأخوات والأمهات. أخيرا هناك مؤتمر عقد لتعزيز إذن المعارف وزيادة الدعم داخل الأسرة وتثقيف المجتمع. مرة أخرى هنالك طلب كان لتقديم إذن برامج الـ VWD أن يخضعنا إذن لتدريبات، خاصة أنه هن مهمشات، والهدف مرة أخرى هو تعزيز تدريب الممرضين والأطباء ومن يعاني من هذا المرض من المرضى. منظمتنا أو جمعيتنا عملت بشكل كبير بشأن عملية المناصرة هذه، وقامت إذن بمواجهة كثير من التحديات. قبل سنتين وقعنا إذن دعوة للعمل تسمى دعوة الـ VWD الشاملة، وذلك لتأمين الالتزام. هذه الصورة أخذت قبل سنتين في كندا، وبناء على ذلك هنالك رابط واضح ما بين معالجة هؤلاء المرضى والرفاهية، خاصة الفتيات، خاصة خلال الفترات. فإن الفتيات يجب أن يعرفن بالضبط لماذا يتم إعطائهم حبوب منع حمل لمساعدتهم تجاوز هذه الأعراض، وبالتالي هذا الأمر مهم. وأيضا هناك رعاية خاصة يجب أن تعطى للنساء التي يعانين من النزف الحيض الثقيل. يجب أن تكون هنالك إذا قيادة جيدة، ويجب أن يتم تشكيل الأعضاء والتنويعهم لكي يشاركوا في هذا الأمر، ويجب أن يكونوا مشمولين في ذلك الأطباء والممرضين والعاملين في المجالات الطبية، ويجب أن تكون التوقعات منطقية التي تعطى لهؤلاء المرضى، وأي رسائل التي يجب تطويرها في هذا المجال لها علاقة بإذن الزواج والتابوهات والوصمات العار، وأيضا كل ما يتعلق بمخاطر الصحة الإنجابية، وأيضا البيانات الحقيقية والفعلية والمفلترة يجب إعطاء لها الفتيات بشكل دقيق وبدون مبالغات. التحديات يجب أن يكون هنالك قلة الوعي، وهي قضية أساسية جدا بسبب إذن الأمية والفقر وعدم إمكانية الوصول إلى العلاجات، وأيضا القيود الإثنية والدينية، وأيضا المشاكل الثقافية والاجتماعية. التقنيات لتجاوز كل ذلك هي عقد ندوات رفع الوعي، وأيضا استخدام وأدوات الإلكترونية ووسائل الإلكترونية، وأيضاً ندوات في المدارس والمؤتمر والجامعات وفي الكليات لزيادة الوعي. وهذه الصورة هنا وتلك تشير إلى عامل اجتماعي يعقد ندوة في كلية، حيث يتم إعطاء إذن
دورة تثقيفية للفتيات و أيضا حتى يتم عقد ذلك على مستوى كليات الطبية. هنالك أيضا دورة تعقد لإعطاء إذا الخطوط الإرشادية والقواعد الإرشادية للمرضى بشأن الـ VWD. الفكرة يجب أن تكون هذه واضحة، هذه الخطوط توجيهية وأنها تناسب البلاد خاصة التي تعاني من موارد مالية منخفضة، وأيضا العلاقة يجب أن تكون واضحة ما بين كل من يقدم الرعاية الطبية، وأيضا يجب أن نولي أهمية للمرضى الذين يعني يخضعون للعلاج الوقائي، وأيضا هنالك كل أنواع المتخصصين في هذا المجال، أمراض الدم وأيضا أمراض القلب وكل ما يتعلق بالعمليات الأساسية والثانوية وقضايا إدارة الحيض الثقيل والبي بي اتش وإدارة البي بي اتش. الآن هذه الخطوط التوجيهية موجودة في معالجة البروتوكولات الخاصة بالبي دبليو دي. لدينا أيضا هذه المنشورات للطلاب سهلة الفهم، سهلة القراءة، وفيها ألوان وفيها إرشادات واضحة. تقريبا هذا كل ما لدي، شكرا جزيلا لحسن استماعكم، كنت سعيدة بأن أنضم إليكم. شكرا جزيلا دكتورة سهيلة. قرار جد مهم بالنسبة لمناصرة الخاصة بما أمراض الـ VWD. الآن عرض تقدمه الدكتورة عبيرة ماهين. تشير التحديات الخاصة برعاية مرضى الـ VWD في باكستان. شكرا لهذه المقدمة، مرحبا بكم، آمل بأنكم كلكم على ما يرام. سأبدأ بعرضي. أنا اسمي دكتورة عبيرة ماهين، وأنا أن أعمل كطبيبة في مستشفى حكومي. أنا شخص أعاني من VWD Type 3 من النوع الشديد، وأنا أعمل مع إذن جمعية الهيموفيليا في باكستان منذ 4 سنوات، وأنا أيضا أرأس مجموعة الشباب الخاصة بإذن مرضى الهيموفيليا في جمعية راولبنتي. إذن كما قلت في راولبنتي، وأنا أعمل مع النساء أكثر من الرجال من يعانون من اضطرابات النزيف. سأتحدث عن المشاكل التي والتحديات التي نواجهها من منظور المرضى أنفسهم، خاصة من يعانون من الـ VWD. من البدايات، أول تحدي واجهنا هو نقص الوعي، نقص الوعي المرضى والأسر والأطباء والهيئات الطبية. الـ VWD ليس معروفا كثيرا مقارنة بالأمراض الأخرى السائدة، وعملية التشخيص بالتالي تصبح صعبة للغاية. اضطرابات النزيف مثلا نقص الفاكتور 7 و8 وغيرها، هذه كلها موجودة وفيها إذن أعراض النزف، اضطرابات النزف. الـ VWD للأسف غير معروف كثيرا. النساء معظمهم من يعانين من ذلك لا يتم تشخيصهم بشكل صحيح، خاصة هنالك نسبة تكون من الأنف ومن الفم. معظم الناس لا يمكنهم أن يصلوا إلى التشخيص الصحيح وبسهولة الوصول إلى التشخيص، ولا يوجد أيضا مراكز متخصصة في هذا الأمر وإدارة القضايا النزيف وأيضا قضايا الأمور التي متصلة بالدم. ومعظم الناس في بلدنا ليست لديهم وعي
بهذا الشأن وبسبب نقص إذن الوعي وبالتالي VWD غير مشخص بشكل كاف. التحديات تشمل كما قلنا إذن الحيض الثقيل أو النزف في أماكن مختلفة. أنا تم تشخيصي لما كنت بعمر كبير، أصبح عندي نزيف في الدم، وكنت سعيدة ومحظوظة أنه تم تشخيصي عندما كنت صغيرة يعني مقارنة، ولكن كثير من الناس لا يتم تشخيصهم بهذه السهولة وبشكل مبكر. تحديات أخرى نواجهها بالإضافة إلى ما قلته هو نقص إمكانية الوصول إلى العلاج. ربما ليس من الجميع سهولة أن يصل بسهولة إلى التشخيص المطلوب أو الحصول على الدواء في البدايات. لا يوجد هنالك الكثير من الفاكتور كونسنتريشن في باكستان، ولكن مؤخرا تم إذن إرسال كمية منه، وبالتالي عندما نتحدث عن استخدام منتجات أخرى كالبلازما وغيرها لمعالجة VWD يجب أن نتحدث عن الهيباتيتس، مرض الـ HIV ومرض نقص المناعة، وأيضا مرض الهيباتيتس سي، كلها يجب أن تأخذ بالاعتبار. وبالتالي نقص التشخيص ونقص العلاج، إذن هذه تحديات. وأيضا هنالك الوصمة المتصلة بهذا المرض، يؤخذ بعين الاعتبار على أنه هذا تابو ولا يجب الكشف عنه، ولسنا متأكدين كيف النساء أو الفتيات ثم قادرات على إذن تعامل مع هذا الأمر، وكيف قضايا إذن الحمل لاحقا سيتأتم وما بعد الولادة إلى آخره. فبالتالي الحديث عن كل هذه المشاكل، هنالك وصمة عار متصلة بهذا المرض، وخاصة بشأن أن الفتيات يصبحن منعزلات ولا يتزوجن. وبالتالي دعونا نتحدث أيضا عن القضايا المالية أيضا والثقافية المتصلة بذلك، وبالتالي نقص هذه الفاكتورز هو قضية بحد ذاتها. وحتى لو كانت متوفرة فليس كل قادر على إذن الاستفادة منه بسبب ارتفاع إذن الكلف العلاج. المرض VWD ليس إذن كما قلنا معروف كثير، ولو تحدثنا عن المشاكل الأساسية التي نواجهها نحن مرضى VWD هو قلت أنا نقص الوعي، وهذا نقص أيضا الوصول إلى العلاج، ونقص وكل القضايا الاجتماعية المتصلة بذلك. الآن الحديث عن عملية تجاوز هذه التحديات، نتحدث عن دور إذن هيئة الهيموفيليا في باكستان وعملها ونشاطها. تتعامل مع أشياء كثيرة، حيث أنها لسنا متطورين مثل البلدان الأخرى، نحن بلد نامي. وبالتالي معالجة VWD الحكومة تقدم إذن الرعاية المطلوبة، ولكن ليست بالمستوى المطلوب. وبالتالي هنالك إذن هيئات وجمعيات وتساعد، والناس يتعاونوا من أجل تجاوز هذه المشاكل. منظمة الهيموفيليا في باكستان هي لديها سجل وطني، وسمحت لي الناس بأن يتواصلوا، ولديهم يكون هناك وعي ما بين الناس، ولذلك هناك ندوات وهناك استخدام للإعلام الإلكتروني، وأيضا القيام بمحاضرات في المدارس كليات والجامعات لتعزيز هذا الوعي، خاصة لشأن مرض VWD، حتى يعيش هؤلاء حياة أفضل.
بالنسبة للنساء الجمعية هيموفيليا الباكستان تولي أهمية كبيرة للمرأة خاصة التي تعاني من VWD والتي تم إذا كشف على أنها تعاني من هذا المرض. في هذا الخط أنشأنا مجموعة وطنية لمساهمة في هذا المجال وانضمت أعضاء كثر من عبر العالم للمشاركة في هذه المجموعة، وهنالك المجموعات الداعمة الهدف من عملها هو المساعدة والعمل كمجموعة. أيضا هذا الجمعية الهيموفيليا في باكستان تساعد الناس الذين ليست إمكانية لديهم إمكانيات الوصول إلى مراكز الرعاية والمستشفيات وليست لديهم حتى إمكانية التواصل إلكترونيا، فهي تساعدهم للوصول إلى المعلومات المطلوبة وتقدم له الدعم، تقدم لهم الدعم والمساعدة بهذا الشأن. الآن الحديث بشأن تجاوز التحديات، حيث أن هذه الجمعية في باكستان تضم هؤلاء الأعضاء والهدف منها هو مساعدة هذه المجموعات المحتاجة. الحكومة غير مشتركة في هذا الجهد، الجميع من يعاني من اضطرابات النزيف في باكستان يعني هم أعضاء في هذه الجمعية، وهذه قضية يجب التعاون معها بجدية في باكستان. وخلال السنوات الماضية عقدنا ندوات وتقدمنا معلومات بشأن كيف يتم مناصرة مع الحكومة وما هي الأمور التي يجب أن نناصر بشأنها، والأمور في حال تطور عندها يمكن أن نصل إلى الخطوات المنشودة وندفع الحكومة لأن تساعد في حل المشاكل التي نواجهها في باكستان. أهم شيء بشأن إذن المناصرة الخاصة بالVWD هو حيث أن الحكومة غير قادرة أن تقدم إذن المرافق والتسهيلات المطلوبة للكشف عن مرض الVWD عندما تصبح الأمور قابلة لذلك ويتم فتح إذن المستشفيات الحكومية أمام إذا مرضى VWD، فعندها سيكون سهل التفاعل مع إذا الهيئات المختلفة الحكومية الطبية لتقديم الدعم لهم والتوعية، وربما يصبح أسهل استيراد الفاكتورز المطلوبة من الخارج وبدعم من الاتحاد ال VWD. يسعدني أن أشارك معكم في هذا الويبينار، شكرا لحسن اهتمامكم السيد مهدي. شكرا دكتور مهدي، شكرا لإثارة الصعوبات التي تواجهونها في باكستان والجهود الكبيرة التي تبذلوها لتجاوز هذه الصعوبات والمشاكل. آخر عرض تقدمه تشاريتي PKTT وهي تحدث عن المناصرة بشأن رعاية أفضل للناس الذين يعانوا من VWD في زامبيا. تفضلي يا تشاريتي. اسمي تشاريتي PKTT وأنا مديرة أو رئيسة جمعية الهيموفيليا في زامبيا. سأتحدث عن كيف نقدم لهم الدعم أفضل لهؤلاء الذين يعانوا من VWD. لو رأينا إلى أن VWD عادة تصيب الرجال والنساء بنفس الطريقة وتضرب حوالي 1% من السكان، نحن حوالي 16 مليون في زامبيا، وبالتالي حوالي 160 ألف شخص يعانوا من VWD في زامبيا، وفي سجلنا لا يوجد إلا 5 مسجلون. لا يوجد علم كبير ومعرفة بشأن VWD في زامبيا. لدينا كثير من النساء يموتن بعد الولادة بسبب النزيف الشديد. الأمر قائم والحكومة تتحدث عنه،
بشكل منفتح مع الإعلام يدا بيد. نحن بدأنا بتقديم كل القضايا التي ذات صلة باحتمالية أن معظم هؤلاء يعانين بعد الولادة، كان بالإمكان إنقاذ حياتهن لو إذا تم وقف النزف. فكيف جمعيتنا عملت على إذا مناصرة في قضايا الـ VWD؟ وزيرة الصحة هي أهم الداعمين لنا، ذهبت مرة إلى الشمال من زامبيا حيث تم اكتشاف نساء أو ولدت امرأة ونزفت وتوفت، وتمكننا من المقابلة هذه الحالات، ليست حالة واحدة، وتمت إذن تم التوصل إلى نتائج، واكتشفنا بأن هذه السيدة التي توفت لها طفل، وهذا الطفل يعاني من الهيموفيليا. إذن هذه المرأة التي فقدناها كان بالإمكان إنقاذ حياتها، لأنها هي من أسرة تعاني من اضطرابات نزيف، وهناك إمكانية أنها توفت هذه المرأة بسبب إذن اضطرابات النزيف. وشراكتنا مع الإعلام أمر نفتخر به حقيقة، لأننا نستخدم الإعلام لإذا نقوم بالدعايات على الأثير، وأيضا المجتمع والأثر عليه موجود لأننا نتحدث لغتهم، وبالتالي هم نحن قادرون على أن نحصل على دعمهم لمكافحة مرض الـ VWD. بالتالي الإعلام أمر عملنا عليه، وبفضل إذن الاتحاد العالمي تمكننا من أن نحصل على إذن الخمس إذن برامج الوقائية. سعداء نحن جدا بسبب الشراكة التي بدأناها مع إذن جمعية الممرضات في زامبيا، وتحديدا نحن هم رغبنا في العمل معنا، ونؤمن نحن بأن الهدف هو إذن إحداث أثر كبير على مجتمع إذن من يعاني من اضطرابات النزيف. حقيقة أن بدأنا حملة المناصرة بشأن الـ VWD، وضعنا لأنفسنا خط زمني بحيث يمكن أن يكون هنالك تغيير كبير يحصل لصالح مجتمع الذين يعانون من اضطرابات النزيف في زامبيا. ما تبين لي هو أنه لو تحدثنا عن أمور ذات صلة بالنساء، الجميع عندها يريد أن يشارك. لم ست لدينا أرقام لأننا لم نسعى للحصول عليها، ولكننا بدأنا بفضل الـ VWD، بدأنا تدريب إذن الممرضات، هم في الخطوط الأولى وهم يديرنا إذن العيادات. إذن عبر ذلك سنحصل على موافقة العديد من الأشخاص الذين يعانون من VWD، ونحن سعداء بنظام الرعاية الذي يتم تطويره في المنطقة. قبل أن نبدأ برنامج المناصرة هذا، كان الأمر ليس بالسهل، لأن النظام نفسه لم يكن قائما، حيث تجد شخص يبحث عن مجتمع من يعاني من اضطرابات النزف في مناطق أخرى. لكن الآن التنسيق قائم ما بين منظمتنا وما بين الحكومة، ونحن نعمل معها يدا بيد بحيث نصل إلى كل المناطق. والشيء الوحيد المتبقي هو زيادة أعمال التدريبات. عندما نضع النظام الصحيح للطرف المتلقي، أعتقد عندها سيكون هناك كثيرون سيتم حمايتهم وإنقاذ حياتهم.
VWD وغيرها من أمراض اضطرابات النزيف مرتبطة إذن بالأفكار والوصمات العار وأيضا العنف القائم على الجندر وقضايا السحر والشعوذة. فبالتالي عادة بدل ما يذهبنا للأطباء والمستشفيات يذهبنا للمشعوذين، ولكن الآن مع المناصرة والتثقيف وجدنا بأن هناك كثير من النساء بدأنا بأن يحضرنا هذه الورشات التدريبية حتى يتعرفنا على ما هي VWD وما هو مرض الهيموفيليا. وكثير من الوفيات تتم بسبب عدم خيانة الطرف الآخر. نجد بأن الأزواج عاملوهن بطريقة سيئة للغاية، هؤلاء النسوة، لنفس الأسباب السائدة والأفكار المغلوطة السائدة هناك. لذلك نحن نعمل على برامج التثقيف وزيادة الوعي أن VWD هو مرض وراثي وليس إلا أمر آخر نحن فخورون به، وأن قمنا بكثير من المناصرة، وهناك كثير من العروض تم تقديمها للمعنيين الحكوميين، بحيث أن وزير الصحة يستخدمنا كشركاء لهذه العملية المهمة. عندما نضرب على باب الوزير جاهزون أنهم ليستمعوا إلينا الوزير ونوابه، لأن العمل الذي أنجزناه كان فاعلا وملموسا في البلاد والمجتمع. لا يزال هناك تحديات كبيرة قائمة، ونحن لا نزال ندعو الحكومة لأن تساعدنا لتجاوز الأمور الصعبة، مثلا قضايا نقل الدم، وهذه الأمور لا تزال تابوهات في بلدنا. لماذا؟ لأن الناس لم يكن ليفهموا القضية، ولكن الآن عبر برامج التوعية الناس بدأت تستوعب هذا الأمر بشأن مرض VWD إذن الخطوط التوجيهية والقواعد التوجيهية بشأنه. لم نبدأ بعد بوضع إذن المناصرة به شأنه، وعندما لا تبحث عن أمر ما لن تجده، وهذا ما يجب أن يفهمه الناس، ونحن نؤمن بذلك لأن نحن نعرف أن لدينا مشكلة مع الفي وبدأ الحديث مع هذا الأمر، وسيكون لدينا إذن أرقام. لدينا الآن فوق 200، وهذا المجموع هذا عدد كبير، ولكن عندما ننظر إلى ما هو حاصل في العالم، عندما نعزز برنامج VWD وندفع الحكومة لأن تبحث بهذا الاتجاه، عندها سيكون هناك كثير من الناس في النظام أو في سجلاتنا. مؤخرا هنالك طبيب في المستشفى الرئيسي أظهر بأن لدينا كثير من النساء لدينا VWD، توفينا خلال الولادة أو أثناء الحمل، ووفاة لها علاقة VWD. ولكن نحن أعضاء في هذا الفريق، وهذا يساعد في دمج إذن هذه الخطوط القواعد الإرشادية في كل البرامج التعليمية وغيرها. نشعر بأن مهمتنا إذن ستنجح، وبفضل الفريق الرائع العامل معنا سنستطيع أن نضيف شابتر أو شابترين VWD، وهي ستكون مفيدة جدا لكل العيادات وكل العاملين في المجال الطبي. شكرا لحسن استماعكم، أعتقد بأننا سويا نعمل في هذا المسار، وهذا سيؤدي إلى أحداث تغيير في مجتمع زامبيا. شكرا جزيلا، وأتمنى لكم أن تظلوا سالمين وآمين.
شكرا جزيلا يا تشاريتي لشأن هذا العرض المفيد جدا بشأن الجهد المنجز في زامبيا بشأن إذا الذين يعانوا من اضطرابات النزيف تحديدا ال VWD. الآن أطلب من المتحدثين أن يضيئوا الكاميراتهم ومايكروفوناتهم حتى نبدأ الإجابة على الأسئلة التي ستطرح من قبل المشاركين. بداية أرغب أن أشكر كل الذين قدموا عروضا، كل هذه العروض كانت مفيدة ومباشرة واحترمت الوقت المحدد. تقريبا أمامنا حوالي 13 دقيقة متبقية للنقاش، ويتبع ذلك 5 دقائق لإغلاق. قد نمد الورشة لخمس دقائق إضافية. أنا عندي سؤال شخصيا لسوزي أوجهه. ذكرت خلال عرضك، مسألة الفقر، هل تشرحي لنا أكثر بشأن ماذا عنيت بالفقر؟ أو الفقر فيما يتعلق بفترة الحيض؟ نعم، هي عدم إمكانية الاستفادة من كل المواد التي تحتاجها المرأة خلال هذه الفترة من حفاضات ونظافة مراحيض وإلى آخره إلى آخره مواد. إذا كانت النزيف فترة طويلة وعدم الوصول إلى أو الحصول على هذه الأدوات الصحية والتجهيزات الصحية المطلوبة، هذا يعني بأنه سيكون هنالك تعليم أقل وعدم مشاركة في العمل بسبب ذلك، وهذا سيزيد من صعوبة التجربة التي يمر فيها. شكرا لهذا العرض. سؤال من سامويل يتحدث عن مشاكل النساء التي يعانين من VWD، ويسأل هل هنالك عمل يمكن أن نشمل الأطباء الولادة والأمراض النسائية لكي يستزيدوا علما بشأن VWD. وسأطلب من سوزي لأنها عضو في اللجنة النساء التي يعانين من VWD، وأيضا شاريتي ليتحدثا عن تجربتهما. كيف يمكن تحسين الحالة؟ أنا أقول بأن هذا مهم، مهم هذا الأمر. قد يكونوا هم في الواجهة لإدارة هذا الأمر، ولكن أيضا عملية التدريب وزيادة الوعي جدا مهمة، خاصة لدعم النساء التي يعانين من الحيض الثقيل. مهم جدا أن يكون هذا الطبيب أمراض النسائية قريب منا، وأيضا القابلات. مثال على ذلك في أستراليا، نحن نتحدث إلى القابلات خلال التدريب لندفعهم للتفكر في مدى الاحتياجات. قد تكون ربما المرة الأولى قد يصل يجد شخص يعاني من مثل هذه الاضطرابات النزيف، لكن نتحدث إليهم بشأن تشخيص الحالات. القابلات وأطباء الأمراض النسائية جد مهم وجودهم. شارتي، لديك تجربة بهذا الشأن؟ كيف صارت الأمور في زامبيا مثلا؟ شكرا ماجدي. أعتقد بأنه مهم بمكان هذا الأمر، والحديث عن إشراك القابلات في هذا الجهد، لأن هؤلاء دوما متواجدون خلال عملية الولادة. ولقد بدأنا هذا البرنامج للتو، ونحن وقعنا إذن اتفاقية
مع هذه الجمعية القابلات. هذا مهم في زامبيا، وبالتالي سيتم توفير الخبرة المنشودة لهن. إذن لدينا سؤال آخر، ربما دكتورة جميلة هي أفضل من سيجيب عنه. هو يسأل عن سلامة استخدام ترانزاميك أسد مع الكونسنتريتس، وهل هذا سيؤدي إلى أي مشاكل تجلط دم؟ دكتورة جميلة سأضيء الميكروفون، نسيت أقول بأن هذا السؤال بشأن استخدام الـ TX مع الكونسنتريت قد يؤدي ذلك إلى زيادة مخاطر تجلط الدم. أنا استخدمت الـ TX أسد مع الكونسنتريت VWD ولحسن الحظ لم أرى أي حالات تجلط حاصلة، لكن ما ينقص كما قلنا بشأن إذن هذه القواعد الإرشادية هو تجربة، وأنا جربتها ولم أرى أي مخاطر زيادة التجلط، لحسن الحظ لم يحصل ذلك. نعم، لكن هنالك أعتقد بأن خط الإنترنت عندي يتذبذب، هل تسمعونني؟ نعم نسمعك. نعم إذن السؤال التالي، إذا كان المريض له VTE كيف يمكن أن نستخدم العلاج الوقائي؟ يا دكتورة جميلة هل ترغب بالإجابة على هذا السؤال؟ سؤال صعب. السؤال هو بشأن إذا مريض تطور لديه VTE، هل هذا على أثر عملية جراحية؟ إذا كيف نستطيع إذا تطور لديه VTE؟ هل توصي باستخدام إذا أنت أو هل عليه أن يخضع مثلا للرعاية الوقاية، الرعاية الوقائية قبل العملية الجراحية؟ انظر إلى حالة التجلط وأيضا حجم النزيف لدى هذا المريض. إذا كان يعاني من تجلط الدم هذا المريض، بالتأكيد علي أن أبدأ بتجلط الدم ومعالجته، وإذا كان لديه مخاطر عالية للنزيف سأضعه على الرعاية الوقائية. إذن هو سؤال صعب، لكن الأمر الآخر يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار هو أن التدخل مع تدخل لإذن تجاوز تجلط الدم كبداية سؤال صعب. الحسن الحمد لله بأن لم أواجه مثل هذه المشكلة، تجلط الدم بوجود الـ VWD، ولكنني أبدأ في مخاطر النزيف إذا لم يكن هنالك مشاكل لا تصل بالضبطات. سأقوم بداية بمعالجة تجلط الدم وبعدها إذا نعمل على الباقي. أنا واجهت الكثير من المرضى الذين تطور لديهم VTC وتجلط الدم، وتم التوصية بأن تكون هنالك إجراءات لتجاوز التجلط الدم أيضا وفقا للقواعد الإرشادية. نعطيهم إذن الرعاية المطلوبة لتجاوز تجلط الدم، ولكن أيضا الفاكتور 8، نعطيهم الفاكتور 8 كعلاج وقائي
لتجاوز النزيف خلال فترة الرعاية. هذه أحد المرضى كان لديه كسر وكان يجب أن يخضع لعملية جراحية، وبالتالي أعطيناه إذن concentrates كعلاج وقائي. عادة القواعد الإرشادية هو أن نبدأ بإذن معالجة تجلط الدم هذا، ولكن يجب أيضا أن يكون هنالك انتباه لقضايا النزف هذه التي تحصل. دكتور سهيل، عرضك كان يركز بشكل كبير على قضايا النساء، ويبدو بأن هذا يعني نابع من القلب. أخبرينا ما هو سر هذا الشغف. هل تسمعوني الآن؟ نعم نسمعك. لا تزال شعرة إغلاق الميكروفون مضاءة لديك. تسمعون الآن؟ نعم نسمعك، تفضلي. إذن أنا عشت فترة طويلة وأنا أعاني من الـ VWD Type 3، وفي ظل هذه الظروف الاجتماعية والعادات القائمة الثقافية حتى سن 27 لم أكن أعرف سبب أيضاً اضطرابات نزيف لدي. البعض قال لي بأن لدي اضطرابات نزيف وانتهى الأمر، هذا كان التشخيص. بعد تخرجي من الجامعة كطبيبة ذهبت إلى بريطانيا، وهناك ذهبت إلى قسم أمراض الدم ليخبروني ما أعاني منه، وأتشخصوا حالتي وأخبروني بأنني لدي VWD تيب 3 من النوع الصعب أو الحاد. هذا كان التشخيص. لا أريد أي طفلة في بلدي أن تذهب وتصل إلى هذا العمر وتحصل على هذا التشخيص متأخرة ولا تعرف ماذا عليها أن تفعل بشأن حياتها. حتى سن 27 كل مرة كنت إذن نظف أسناني كنت أنزف، وبالتالي أخبروني علي أن أفعل شيء تجاه ذلك. وبالتالي عندما عدت إلى باكستان لم يتغير الوضع، ظل كما هو. وبالتالي خلال 20 سنة الماضية قمنا أنا ومجموعة من الأصدقاء من الأطباء هم الذين بدأوا هذه التسهيلات الخاصة بالكشف، وأنا كطبيبة ساعدتهم كثيرا وأتى كثير من الناس لغايات التشخيص، لأنني يعني كنت أدعوهم تعالوا ونشخصكم. النقص الكبير كان في النساء، فقط الرجال كانوا يأتون ليحصلوا على تشخيص هيموفيليا A أو B أو إلى آخره. ثم اكتشفت أن النساء لا يزالوا خلف الستار في هذا المجتمع الذي تحت سيطرة الرجال. وعندها قبل سنتين بدأنا بالتركيز على النساء، ونحن نزيد عدد النساء بينما تزداد الحالة صعوبة. وبالنسبة للـ VWD تيب 3 هنالك زواج كبير ما بين الأبناء العمومة، وبالتالي هذا يزيد من هذا المرض. وبالتالي كل النساء التي تسجلنا هنا 90% منهن أطفال من زواج بين الأقارب، وبالتالي علينا أن نعمل بجد لتجاوز هذا الأمر. أنا آسف، هذا هو السبب. تجاوزنا الوقت. عبيرة، سؤال أريد أن تجيب عليه إذا سمحت. سؤال خوف استخدام البلازما
في نقل الدم خوفا من وجود فيروسات تنتقل مع الدم. هل لديكم مثل هذه المشكلة في باكستان؟ دعوني أتحدث عن هذا الأمر. إن في باكستان لا يوجد تشخيص دقيق للفيروسات خاصة HIV والهيباتيتس، ولكن معظم الناس الذين يحصل لديهم نقل للدم كثير منهم لديهم هذه نسبة أو نسبة كبيرة من هؤلاء يعانون من اضطرابات النزيف، وهذه مشكلة فعلا حقيقة في باكستان، انتقال الفيروسات الخطيرة عن طريق إذا نقل الدم. الفكرة هي الوصول إلى وضع آمن بحيث يمكن لهؤلاء المرضى الذين يعانون من VWD أن يحصلوا على ما يحتاجونه من الدم دون أن تكون هناك مخاطر انتقال الفيروسات مع ذلك. شكرا جزيلا. لا يزال كثير من الأسئلة لم يتم إجابة عليها، لكن بسبب نقص الوقت لن تمكن إجابة عليها كلها، وبالتالي نرغب بأن نصل إلى آخر جزء من البرنامج. هذا جزء من مجموعة من النشاطات التي نقوم بها لغايات الوصول إلى ترويج الرعاية والعلاج المناسب للناس الذين يعانون من مرض VWD، وهناك كثيرون وقعوا إذن لدعم ذلك، وحتى الآن لدينا 48 جمعية وقعت. والمزيد من المعلومات أرجو منكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني vwf.org/VWD للمزيد من المعلومات والاستزادة. أيضا بالنسبة للأسئلة بإمكانكم أن تتواصلوا مع المتحدثين، وبإمكانكم أن تراجعوا الموقع الإلكتروني والسجل الوطني، كلها موجودة هنا هذه العناوين وهذه الروابط. هنا للكثير من المصادر التي يمكنكم الاستفادة منها، وتوصيات بشأن القواعد الإرشادية للVWD وتوصيات الخاصة بالتشخيص، وكلها متوفرة باللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، العربية، الروسية والصينية المبسطة. إذا دخلتم إلى الموقع الإلكتروني ستجدونها كلها متوفرة. بالنسبة للفعاليات القادمة، لدينا فعالية مهمة الأسبوع القادم بشأن السياسة الشاملة والوصول إلى القمة التسجيل المفتوح، وأمل بأنكم ستنضموا إلى هذا الاجتماع يوم 8 و9 أيلول. وفي شهر 11 سيكون هناك المؤتمر العالمي للـ VWF في مونتريال عن طريق إذن استخدام التواصل الإلكتروني. وفي نهاية ذلك أرغب أن أشكركم جميعا، شكرا لكم وظلوا آمنين. إلى اللقاء، شكرا جزيلا لكم.